ايوه مروان، اهلا اهلا، تفضل. اهلا بالناس الزينه، تفضل. اقعد. تعرف انا مش مصدقه نفسي، انا حعمل لك شاي. انا بقى يا ستي ما بحبوش، انا حره في مشاعري. يا بنتي عيب كده؟ لا مش عيب، هو ايه اللي عيب؟ انت عارفه بابا لو سمعك هيزعل منك جدا. وهو انا يعني هروح اقول لبابا الكلام ده؟ انا بقول لك انت مفيش فايده فيكي. يلا يا زين، يلا يا ريتال عشان تتغدوا. لا يا ماما انا مش عايزه اتغدى. نعم يا اختي، انزل اقول له تحت. ايه عمك تحت وابوك عايزكم تتغدوا معاه، انزل اقول له. ايه الست ملهاش نفس؟ وهو يعني عارف ان انا هنا يا ماما؟ تصدقي عارف ان انت هنا يا برنسيسة؟ يلا يا بنت بدل ما تديكي قلم على وشك الواحد. يلا. لا مش يلا، انزل اقول له. ايه يعني اقول له بحبك يا عمي وحشتني وتعالى اخدك في حضني والكلام ده؟ والله ما حقيقي. معلش يا حبيبتي تعالي على نفسك شويه. كلمه معلش دي بقت دايخه قوي على فكره. انت عارفه لو عملتي حاجه تزعل بابا انا هولع فيكي. طب يلا يا اختي يلا، اول ما اشوفه هقع من طولي من الفرح. يلا حبيبتي يلا. نور البيت يا اخوي. ده نورك يا عبد الله. عمي ازيك؟ اهلا يا شهد. اهلا. عامل ايه؟ ازيك يا بنتي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. وانت كمان اتوحشتكم قوي. اهلا 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 اهلا. منور الدنيا كلها. اهلا يا زينب، ازيك يا بنتي؟ ازيك انت يا عمي، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عمي؟ يا ريتال ما شاء الله، ريتال كبرت اهي وبقت عجله، زمان كانت شقيه قوي. لا عائلتي يا عمي الحمد لله. الحمد لله، اتوحشتكم يا بنات. وانت قوي. انت بقالك كتير فعلا يا عمي ما بتجيش عندنا. مشاكل. يا الف اهلا وسهلا، يا مليون خطوه عزيزه. اتفضل يا سي عبد الحكيم، الوكل كله جاهز اللي انت بتحبه. اتفضل يا اخويا. اتفضل. يا ساتر. يا اهلا. دارك. تعبناك يا كريمة. أتعبك راحة، يا سلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي تاج يا أخوي على راس الترابيزة. خش اقعدي. ها اقعدي يا بنات. يا أهلا وسهلا، منورنا يا سي عبد الحكيم. لا تشكري، روح انت. كل الوكل اللي بتحبه عامله لك اهو. يلا سمو. تسلم يدك. ايوه كده، مجيتك حسستنا ان احنا لينا اهل. مشاغل والله يا كريمه. حد ينشغل عن اهله برضه؟ طب قولي الكلام ده لجوزك ولبناتك، انت اللي قطعت العتب من زمان. والله عندك حق، غصب عننا. معلش. وشمس ازيها يا عمي؟ بخير يا بنتي. ومروان وحسن عاملين ايه يا عمي؟ مروان زين. قول لي ونادية عاملة ايه مع مروان؟ أنا عارفاها أصلها بنتي شقية كده وطاقة شوية حبتين. لا والله كويسة وبنت حلال. طب والله كويس إنها طلعت بنت حلال. أصلها كريمة مية قدامك أهو. وعمتي ليه مش بتيجي تزورنا يا عمي؟ ده كلام برضه؟ جرى ايه؟ والكبير هو اللي يزور الصغير ولا الصغير هو اللي يجي للكبير؟ ولا عندك حق. لا في دي عندك حق بصراحه. احنا نقضي حديث وليه؟ كل امال. كل اخوي. ايوه باكل. عم دارك. احنا بناكل اهو. خد بدل ما تاكل النواشف دي. الله يخليك. حسيت اني مبسوط. ربنا يبسطك كمان وكمان. بس مخنوق كمان وحاسس الدنيا ضيقه. الدنيا ضيقه عليك انت؟
ان شاء الله يا رب اللي يضايقها عليك ولا يضايقك تيجي له صوتها. تعرفي انت الوحيده اللي بسمع منها كلام زين، كلام يريح القلب. انا ما عارف شيء اللي بعمله ده صحي ولا لا. انت هتلبخ تاني ولا ايه؟ انت لازم تعرف اللي بتعمله ده عين العقل، صح لصح. والعيب والغلط الكبير اني واحدة تقرب منك وتقولك عينها منك وانت تعمل فيها مسافر، هو ده العيب والغلط. بس انا متجوز. هو انا قلت لك طلقها؟ انت عايزة مني ايه؟ ايه اللي عجبك فيه؟ حاجات كتير ملهاش اخر، حاجات تتقال وحاجات كده ما ينفعش تتقال، حاجات جوانية يعني من زمان زمان قوي. بصراحة كده انا حطك في دماغي من قبل ما اتجوز الله يرحمه، بس النصيب جا كده وعرفت انك بتحب المعرقبة اللي اسمها نادية. ما تغلطي شي، مهما كانت تبقى مراتي. لا انا اقول على مزاجي واتكلم اللي انا عايزاه. كان عجبني انك راجل من وهدومك، واني اهل البلد يقولوا لو عايز تعرف حاجه او تسال عن حاجه اسال مروان، وده كان عجبني قوي ومالي دماغي. قولي ايه اللي خلاك تجي لغايه هنا وتخبط على بابي؟ وانا كمان لازم اعرف. اهل البلد كلهم فاكرين مروان مثل الجبل ما بيتهزش، فاكرين مروان ما عندوش مشاكل، مروان بيدل العصا السحرية، الكل بياجي يشكي همومه ومحدش عارف اللي جواي. أنا أقول لك نادية، أنت قلبك مش جايبك، مش عايز تسيبها، مش عايز تخليها تحس إنك تخليت عنها، وبنفس الوقت يا حبة عين عايز تخلف. انت عشان راجل صح مش عايزها تتكسر قدام امك وابوك، عايزها تفضل كبيرة قدامه، وقلبك واكلك محتار تعمل ايه، وهو ده اللي مخليني هموت عليه. انت من الرجال اللي تحط الست في عينك وتكفل وتثبت عليها. انا مش عايزاك تسيب نادية ولا عايزاك تهد حياتك. اقول لك من الاخر كده اللي انت عايزه انا هعمل. مش لما اعرف انا عايز ايه، انا عامل زي الارض المهجورة الكل طمعان بيه. لا تسكن بيها لا ملايكة ولا شياطين. أقول لك من الآخر أنت زي أبوك بس على أهدى شوي. أبوك بيحب كل حاجة تبقى ماشية بالطريقة اللي هو عايزها، ما بيحبش حد يغلطه ولا يمسك عليه غلط، وأنت زيه ماشي على الصراط المستقيم. أنا مش قصدي أنك ملاك يعني، أنا قصدي أنك حابب الدنيا، حابب تعيشها، حابب تبسط نفسك، بس بالصح وأنا معك.